على حيز التطبيق قبل أيام. أحد القوانين التي تفتح بابا للجدل حول حدود الحرية الشخصية، محاربة الفساد وقدرة مؤسساتنا العربية على خلق مساحة لتطبيق قوانين الحريات بشكل معتدل لا يسمح باستباحة حياة الأشخاص السرية ولا يكون ستارا للآخرين. نقاش حول ذلك الخط الفاصل في موضوعنا الرئيس. وفي شباك الفنون سيكون لنا جولة مع الطرب الأصيل، وسنحضر معكم حفلا مميزا لفرقة الغناء العربي التابعة لأكاديمية الموسيقى العربية في لندن، ونلتقي القائمين عليها. أما في شباك الثقافة فسيكون مخصصا لأيقونة الموسيقى الجزائرية الراحل جمال علام، وحديث عن إرثه الفني، هذا بالإضافة إلى فقراتنا المتنوعة الأخرى بين مواقع التواصل الاجتماعي والصحة وغيرها. حلقة جديدة من شبابيك، فتابعونا. إذن أهلا بكم مشاهدينا، نبدأ الحلقة بصورة اليوم والتي تأتينا من العاصمة الأوكرانية كييف للمصور الصحفي سيرغي سوبينسكي، واشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين أغلبهم من المنتمين إلى اليمين المتطرف في مواجهة اندلعت أمام مكتب المدعي العام وسط العاصمة. وكانت السلطات الأوكرانية قد سلمت مواطنا روسيا إلى موسكو يشتبه بانتمائه إلى تنظيم الدولة الإسلامية. وحاول العشرات من المتظاهرين غلق الطريق المؤدي إلى مكتب المدعي العام مستخدمين سلال النفايات وأشعلوا النيران فيها مطالبين بإقالة المدعي العام الذي وقع أوراق تسليم المتهم إلى روسيا. فيديو اليوم يأتينا من مقاطعة غوانغدونغ الصينية، حيث يستمر رجال الإنقاذ في البحث عن المصابين والجرحى وسط المناطق التي غمرتها المياه بسبب إعصار مانكوت الموسمي. وأعلنت السلطات الصينية عن وفاة 4 أشخاص على الأقل بسبب سقوط الأشجار والمباني. وكان الإعصار قد تسبب بمقتل أكثر من 60 شخصا في الفلبين، ويعد أقوى إعصار ضرب هونغ كونغ منذ عام 79 من القرن الماضي. بلغت سرعته أكثر من 195 كيلومترا في الساعة. في مثل هذا اليوم 17 سبتمبر عام 78 من القرن الماضي، تم التوقيع على اتفاقية كامب ديفيد بين الرئيس المصري محمد أنور السادات ورئيس وزراء إسرائيل مناحيم بيغن، وذلك بعد 12 يوما من المفاوضات في منتجع كامب ديفيد الرئاسي في ولاية ماريلاند وتحت إشراف الرئيس الأمريكي جيمي كارتر. الاتفاقية أثارت ردود فعل معارضة في مصر ومعظم الدول العربية. ففي مصر استقال وزير الخارجية محمد إبراهيم كامل احتجاجا على ما أسماها مذبحة التنازلات، كما عقدت جامعة الدول العربية مؤتمر قمة أعلنت فيه رفضها للاتفاقية وقطع علاقاتها الدبلوماسية مع القاهرة، وقررت نقل مقر الجامعة من القاهرة إلى تونس. Reaffirm the faith of the Palestinian people in the ideal of peace. The continuation of your active role is indispensable. مشاهدينا، غرامة تصل إلى 50,000 درهم وعقوبة حبس تصل إلى 5 سنوات. هذه هي بعض العقوبات التي نص عليها ما يعرف بقانون الحياة الخاصة في المغرب، والذي يهدف في الأساس لحماية الأشخاص من الابتزاز والتشهير وغيرها من الأفعال المدمرة للحياة الشخصية وخاصة للمرأة المغربية. ولكن من الناحية الأخرى يخشى بعض الحقوقيين أن يكون القانون أو يخشى بعض الحقوقيين وسيلة للتضييق على فاضحي الفساد، أو أن يتم استغلاله بشكل انتقائي ضد من ينشر معلومات أو حتى صور تخص أحد المسؤولين.
سيكون لنا نقاش حول القانون والخط الرفيع الفاصل بين حرمة الحياة الشخصية وحق العامة في المعرفة وأيضا المحاسبة. لكن أولا نذهب إلى الزميلة رانيا الإدريدي، معلومات أكثر حول القانون وتفاصيله. يعد الحق في حرمة الحياة الخاصة أحد أنواع الحقوق الشخصية التي تكفلها القوانين، وتعني حرية الإنسان في اختيار أسلوب حياته الشخصية بعيدا عن التدخل التعسفي ودون أن يكون في استطاعة الآخرين الاطلاع على أسرارها أو نشر هذه الأسرار بغير رضاه. ويمكن تحديد أهم عناصر الحق في حرمة الحياة الخاصة في حرمة المسكن وحرمة المراسلات والمحادثات، والحق في حرمة الحياة العائلية وحرمة الصورة، والحق في حرمة الحياة المهنية وغيرها. في المغرب، البلاد التي أتناولها في هذا العرض، دخل قانون حماية الحياة الخاصة حيز التنفيذ، ووفق مقتضيات هذا القانون سيعاقب المعتدون على الحياة الشخصية للأفراد بعقوبات بالسجن وغرامات مالية. وتأتي العقوبات والغرامات على الشكل التالي: يعاقب القانون المعتدين على الحياة الشخصية للأفراد بالحبس حتى 3 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 2000 دولار، حيث ينص على معاقبة كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته دون موافقته. وترتفع العقوبة إلى 5 سنوات والغرامة إلى قرابة 5000 دولار، وذلك في حال المساس بالحياة الخاصة من طرف الزوج أو الطليق أو أحد الفروع أو الكافل أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية. ورغم أهمية هذه الحقوق، إلا أن حقوقيين أبدوا مخاوفهم من أن يتحول هذا القانون إلى أداة لتضييق على فاضحي الفساد، وأن يتم تطبيقه بشكل انتقائي وليس بشكل متساوي. كما أن هذه الخطوة المغربية قد لا تكون كافية لتحسين سجل حقوق الإنسان، خصوصا بعد التقرير الدولي الذي أصدره بداية العام الحالي المرصد من أجل حماية المدافعين عن حقوق الإنسان. شاهدينا، للحديث أكثر عن هذا الموضوع نرحب معنا من الرباط بشريفة الموير، وهي باحثة في القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة محمد الخامس. ومعنا أيضا من بيروت محمد العوني، وهو رئيس منظمة حريات الإعلام والتعبير المغربية. أهلا بكما ضيفي الكريمين. أبدأ مع السيدة طبعا شريفة. أهلا بك يا سيدة شريفة. طبعا كما ذكرنا 5 سنوات، وذكرتي يعني عقوبات ألاف الدولارات، حبس. قانون ينظم الحياة الخاصة ويمنع أي نشر لأي معلومات إن كانت صور أو حتى فيديو. في البداية لو ممكن أن نتعرف على هذا القانون، وأريد أن أعرف رأيك في هذا القانون. بداية، هي خطوة يعني مبدئيا يمكن القول أنها خطوة جيدة، يعني في ردع التطفل على الحياة الخاصة، وهي خطوة يعني تتمين حماية الحياة الخاصة للأفراد داخل المجتمع. لكن من جهة ثانية، هي مسألة يعني تخضع لجدلية الخاص والعام. يعني هل فعلا هي خطوة للحد من التدخل أو يعني التدخل في الحياة الخاصة للأفراد، أم هي سيتم كما سبق وذكر يعني سيتم التعامل معها بانتقائية؟ طيب سيدة شريفة، أنت كيف ترين يعني كما يقال حد يعني بعيدا عن التخوفات؟ نعم. بعيدا عن تخوفات الحقوق، أنا أرى أنه يعني كما قلت، هي جدلية بين الخاص تقع بين جدلية الخاص والعام، أي أن يمكن أن هذه المسألة عوض أن تحمي حياة الأفراد الخاصة، فيمكن أن يعني أن يتقف عائقا لفضح الفساد داخل المجتمع. مثلا فيمكن التعاطي مثلا مع صور أو فيديوهات مسربة يعني لشخصية عامة. هل يمكن الأخذ بعين الاعتبار أن هذه الشخصية هي شخصية عامة في المجتمع، وما تم فعله هو فضح للفساد، أم سيؤخذ بعين الاعتبار أنه يعني شخصية خاصة وسيطبق عليه هذا القانون؟ طيب
نسأل السيد محمد وهو معنا من بيروت. نعم سأعود إليك لكن نشرك معنا السيد محمد. سيد محمد أهلا بك. يعني التخوفات التي تحدثت عنها السيدة شريفة هي مشروعة وفي محلها، وأنتم تحدثتم عن هذه التخوفات، تخوفات من يعني موضوع القانون وكيف يمكن التعامل معه. أريد أن أعرف في البداية اعتراضاتكم أيضا عنه، ما هي السلبيات التي ترونها في هذا القانون؟ أولا ينبغي القول بأن الموضوع لا يتعلق بقانون خاص، وهذا مما يدعو إلى التخوف. هو تعديلين أدخلا في فصلين في القانون الجنائي، وتعديل آخر أدخل أو يتضمن في قانون محاربة العنف ضد النساء. وهناك في المغرب أيضا قوانين، خاصة القانون المؤسس للجنة الوطنية للمعطيات لحماية المعطيات الشخصية، ويتضمن أمور متعلقة بالحياة الخاصة. إذن هذه الطريقة في تعديل القانون لاستهداف المتعاملين عبر التواصل الاجتماعي هي التي من ضمن أسباب تخوفنا. فنحن نلاحظ أن هناك تزايد. لكن سيد محمد، سيد محمد عذرا، ألا ترى بأن هناك فعلا تزايد؟ نعم يعني عذرا، ألا ترى بأن هناك فعلا تزايد على، إن كنا نتحدث في البداية عن مواقع التواصل الاجتماعي، هناك من يعتبر بأن نشر أي صورة أو أي خبر أو حتى أي شيء يتعلق بشخص آخر هو تشهير وهو يتعلق في حريته الشخصية. ألا ترى بأن فعلا هذا القانون قد يمس هذه النقطة بالذات؟ نعم، هناك ممارسات تكون خاطئة، بل أيضا حتى يمكن أن يطالها القانون على سبيل الجريمة، لكنها قليلة بالمقارنة مع العمل الذي يقوم به الشباب على الخصوص ورواد الانترنت والتواصل الاجتماعي بالتحديد، من أجل فضح الفساد ومن أجل السخرية من حالات غير مقبولة في بلد مثل المغرب. دستوره ينص على العديد من وسائل محاربة الفساد ومن ضمان الحريات إلى آخره، وأيضا الحقوق. فنجد أن هناك إبداع من قبل رواد الأنترنت في مواجهة عناصر التخلف في هذا المجال. بالمقارنة بالموازاة هناك من يشهرون بأشخاص، لكن هؤلاء الأشخاص المشهر بهم يكونون في الغالب من قاع المجتمع. بغض النظر سيد محمد إن كانوا من قاع المجتمع أو حتى أن لم يكونوا مجتمع أو مهمشين أو غيرهم، يعني على الأقل هم يتم تشهير بهم. سأعود إليك أسأل سيدة شريفة. سيدة شريفة، كما ذكر محمد هناك يعني يمكن يجب أن تكون هناك معايير أو ضوابط على الأقل لكي نعرف أو حتى يعرف أي مواطن ما هي الخطوط الحمراء، ما هو الذي يعني يتحدثون عنه، هل هو تشهير، هل هي فعلا تطرق إلى حياتهم الخاصة، هل توجد معايير تنظم هذا القانون؟ هذا هو الإشكال، أن يعني الإشكال هو التخوف المطروح حاليا، وهو إشكال وهو يعني تخوف يعني منطقي، لأن مخافة الانتقائية في تطبيق هذا القانون هي التي ستخلق إشكال. من ستكون الانتقائية سيدة شريفة؟ مع يعني مع تحفظي على الانتقائيه في الاخذ بعين الاعتبار هذه الوثائق، فيديوهات او صور او حتى وقائع سجلت بغير علم اصحابها، يعني واستخدمت يعني في احداث لفضح فساد او لاحداث مشينه، يعني هل سيتم التحفظ عليها واخذ ويعني واعتبارها يعني غير يجب الاخذ بها لانها فقط لم تؤخذ تؤخذ. من هي الجهه التي ستقدر هذا؟ أرجع إلى نقطة. تفضلي.
نعم، يبقى الجهة أن التعاطي مع الفيديوهات أو الوثائق التي يمكن تسجيلها في الشخصية المعنية بهذه الفيديوهات أو بهذه الوثائق. إذا كانت شخصية عامة داخل المجتمع، فأجد أنه من الصعب جدا أنها إذا كانت وثائق تفضح فساد شخصية عامة داخل المجتمع، وعدم أخذها بعين الاعتبار في فضح الفساد داخل المجتمع، مع أني أتحفظ على مصطلح أتى به الأستاذ مسألة قاع المجتمع، لأننا إذا كنا فعلا مجتمع نتحدث عن المجتمع كمجتمع مغربي لديه دستور متقدم ولديه هذا، فأنا أرفض الحديث عن مسألة تتهم تهم خلق طبقية داخل المجتمع بناء على معطيات الدستور، التي إذا كنا هذا القانون الذي تحدثنا عنه فهو يتلائم مع الفصل 24 من الدستور المغربي، دستور 2011. طيب نسأل محمد عن الموضوع. سيد محمد، ما برأيك ما هي الأمور التي يسمح بها القانون وكيف يمكن التعامل معه؟ وكما ذكرنا بأنه الآن أي مواطن قد يتسبب لنفسه بمشكلة أو بحبس أو بغرامة مالية وهو لا يعرف موضوع هذا القانون، لا يعرف ما هي الضوابط، لا يعرف كيف يتم التعامل مع هذا القانون، ما هو مسموح ما هو غير مسموح. أعرف بأنه دخل حيز التنفيذ وهناك تخوفات كبيرة، لكن البعض يتحدث بأنه قد كما ذكرت يشكل أداة للتضييق على فضيحي الفساد. لكن لماذا نحن نركز فقط على موضوع فضيحي الفساد، لا نركز على الجانب الشخصي للحرية، حرية المواطنين أيضا؟ هذا بالضبط ما كنت أود توضيحه عندما تحدثت عن أن الحالات التي يتم خرقها هي مرتبطة بأناس من قاع المجتمع، ليس تحقيرا لهم بل رفعا لمستواهم والقول بأنه الناس لا ينبغي أن يكون هناك انتقائية أو عزل، وأن يكون هناك تكافؤ للفرص للجميع ومساواة بين كل المواطنات والمواطنين. المسألة المرتبطة بما سألتم حوله هي وضعية المسؤولين، وعلى الخصوص المسؤولين السياسيين الذين يحتمون بمثل هذه الإشارات في القانون من أجل ألا يطالهم لا تطالهم المساءلة والمحاسبة من قبل المجتمع وحتى من قبل مؤسسات الدولة بما فيها القضاء. مثلا أعطيك نموذج واضح، من شروط الحماية الخاصة بند حماية الحياة العائلية. في حالة وقعت مؤخرا، هناك رئيس لجهة بإحدى جهات المغرب بالضبط في جنوب المغرب، ابنته أخذت سيارته وهي تابعة للجهة ووقعت في حادث لحسن الحظ أنه مع عمود كهربائي خاص، وتم نقاش هذا الموضوع عبر النت. يمكن في المستقبل، وهذه ربما من الحالات التي حركت صانعي التشريع لإضافة هذين التعديلين، أن يتم متابعة من تحدثوا عن هذه الحالة وكيف أن ابنة مسؤول تأخذ سيارة تابعة للدولة لجهة منتخبة وتستعملها لاستعمال خاص. إذن هل نحن بصدد مس بالحياة العائلية لهذا السيد، أم نحن بصدد انتقاد لعملية استغلال وسائل الدولة في عمل لكن خاص؟ سيد محمد، ألم يطرح القانون المسألة الثانية؟ سيد محمد، ألم يطرح القانون بأنه في حال كان هناك كما ذكرنا حتى مثلا القانون حرية التعبير هو مكفول للصحفيين، هذا أتحدث عن هذه النقطة، مكفول بضوابط قانونية وبنصوص دستورية، لكن في حالة الحياة الخاصة للأشخاص لها علاقة بالشأن العام قد يتغير الموضوع، كيف هو الحال؟ أسأل السيدة شريفة عن هذه النقطة. يعني كما ذكر سيد محمد، في حال هناك كان تجاوزات وهناك من موضوع من يتعامل مع أو كما يلقبون بفاضحي الفساد، هل يتم التعامل؟ وأنت أكدت على هذه النقطة، لكن كيف
كيف نعلم وكيف نعرف كيف يتم التعامل معهم؟ وهذا ما سألت عنه أنا في البداية، القوانين، الضوابط، المعايير التي يتم التعامل معها. وكما ذكرت في موضوع الصحافة، هنا قوانين وضوابط قانونية، لكن كيف يتم التعامل مع الشأن العام؟ أود أن أشير إلى نقطة. يعني الإشكال الحقيقي في المغرب، يعني قوانين لا تنقصها شيء، يعني الإشكال هو في التطبيق. متابعة المسؤولين في حالة فساد كيف تتم؟ هل تتم متابعة أو يتم فقط إعفاء أم يعني يتم تغاضي عن هذا الأمر؟ قوانيننا هي يعني قوانين يعني تنص على عقوبات للمفسدين أو الذين لا يخلوا بالمسؤولية داخل المسؤوليات المنوطة بهم، لكن التطبيق هذه القوانين هو الذي يبقى يعني عائقا مهما داخل المجتمع المغربي. فلذلك يتم تكرار الأمر بشكل كبير، يعني وهذا ما يؤدي يعني أدى إلى تفشي مسألة الفساد في المجتمع المغربي بشكل كبير في الإدارات العمومية وفي الأحزاب وفي يعني في كل المجالات. لذلك وهي نقطة أيضا رغم أنها ليست نقطة محورية، هذا ما أدى إلى يعني تراجع ثقة الشباب في المجتمع ككل، في المؤسسات المغربية ككل، وهذا ما يؤدي به إلى النفور بعيدا عن أرضه والموت في البحور. لكن هناك من يقول بأن من يسن مثل هذه القوانين هو يعلم كما ذكرتي بأنها إن كانت ستطبق بشكل حرفي أو لا. سيد محمد، برأيك هل يعني بغض النظر عن القانون ككل، أنا لا أتحدث عن شق بعينه، لكن القانون ككل، هل هناك شفافية من الحكومة؟ هل هناك شفافية من المجتمع في التعامل مع مثل هذا القانون؟ هل نحن منفتحون اجتماعيا، ثقافيا وحتى فكريا على مثل هذا القانون؟ لأنه يعني لا يسمح بالتعامل، يسمح بحماية الحريات الخاصة. تعاملنا نحن كأفراد في مجتمعاتنا العربية، هل نحن مقبلون على مثل هذه قوانين جيدة أو ليست جيدة بخلاف من يتحدث عنها أو التخوفات الموجودة؟ هو أنت وضعت أصبعك على مسألة مهمة، وهي أن الموضوع شائك وفيه عدة جوانب، لا يعني أنه غير قابل للمعالجة. هناك أولا مسألة التطبيق، وهذه مسألة معضلة كبيرة ليس في المغرب وحده وفي المنطقة العربية كلها، لكن في المغرب هي كبيرة، لأن هناك دستور جاء بعدة جوانب إيجابية، وأيضا هناك بعض القوانين تتضمن جوانب إيجابية. لكن أيضا المشكل الثاني هو في القوانين في حد ذاتها. في القوانين في المغرب مثلا هناك حد لحرية الإعلام، والسؤال السابق كان حول هذا الموضوع والعلاقة مع الصحفيين وحرية الصحفيين. قانون الصحافة المعدل في سنة 2016 يتضمن عدة حدود وعدة حواجز أمام حرية الإعلام الإلكتروني والتواصل الرقمي، ويتحايل على مسألة حرية التواصل الرقمي عن طريق الإعلام الإلكتروني أو ما سمي بالمواقع الإلكترونية. وأيضا أضيف للقانون الجنائي فصل لم يضمن في القانون في قانون الصحافة، وهو إمكانية معاقبة الصحفيين بالحبس، وذلك التحايل على إمكانية استعمال هذا الحبس للصحفيين بعد إلغائه من قانون الصحافة. المسألة الثالثة وهي المرتبطة بالثقافة، وهي مسألة مرتبطة بمنظومة كاملة وهي التي أشرت إليها. فالقضية مرتبطة بالدولة أولا وبالمجتمع ثانيا. نعم هناك أشخاص لا يفهمون هذه المواضيع ولا يقدرون ما يقومون به من إساءات للآخرين، وينبغي أن نصل إليهم أولا بالتوعية ثم بعد ذلك بالقانون، وقبل هذا وذاك بعمل مجتمع
مجتمعي كبير ينبغي أن تنخرط فيه الدولة هي الأولى، لأن الدولة مسؤولة عندما تتحايل وتلتف على قضايا بعينها. أعطيك نموذج، قضية الحق في الحصول على المعلومات وهي كبيرة في المغرب، نص عليها الدستور في الفصل 27، ونظرنا طويلا وكثيرا من أجل أن يكون لنا قانون في مستوى ما ينص على الأقل عليها الفصل 27، لكن جاء القانون معيبا ويحد من حرية الوصول إلى المعلومات، وهذا يمس بإمكانية مطالبة المواطنين والمواطنات بعدم المس بمعطيات تمس الأشخاص، لأنك لا تضمن لي أن أصل إلى المعلومات الحقيقية صحيح. في الوقت المناسب ولذلك في كل تحدثنا مجالات الحياة نعم. وعلى الخصوص فيما يهم ولذلك نعم. تحدث أنا وسألت فيما يهم صحيح وسألت في البداية عن موضوع الشفافية، إن كانت الشفافية من قبل مجتمعاتنا وحتى حكومتنا والتعامل مع مثل هذا الموضوع، وأيضا أؤكد بأن البعض يقول كما ذكرت السيدة شريفة بأن البعض يقول بأن القوانين في المغرب طبعا تشرع على المقاس، هذا قول البعض ويتم تطبيقها حسب الحالات، هذا طبعا كما ذكرت البعض يتحدث عن هذا الموضوع. سيدة شريفة برأيك هل هذا الموضوع يجب أن يمكن يدرج ضمن نقاش عمومي حقيقي، وأيضا كما ذكر سيد محمد بأن يكون هناك توعية، حملات توعية قبل دخوله حيز التنفيذ، أو حتى ممكن سن مثل هذه قوانين أن تكون هناك محل نقاش في البداية؟ مسألة النقاش هي دائما مفتوحة، يعني عندما يصدر القانون داخل المغرب فإن النقاش يفتح على مستويات متعددة، لا من خلال المؤسسات بعينها أو حتى الجمعيات المجتمع المدني، التوعية تكون. وما دمنا نتحدث عن يعني مجتمع أو مجتمع يعني يطالب بالوصول للحق المعلومة كما ذكر الأستاذ، فإننا يعني نتحدث عن مجتمع واعي ويعرف المطلوب منه، يعرف الى ماذا يصبو، الى تخليق الحياه العامه داخل المجتمع. مساله الانتقائيه في القوانين لا ينقصها الوعي في داخل المجتمع، بل ينقصها مسؤولين جديين، ينقصها الاراده الحقيقيه من داخل المؤسسات، من داخل الاشخاص الذين يوالون الموالين للسلطه، لكي تكون اراده حقيقيه للتغيير، لكي تكون اراده حقيقيه للحد من هذه التجاوزات. هل توجد اراده حقيقيه الان في المغرب سيده شريفه؟ مجتمع واعي، مجتمع لا أعتقد أنها توجد إرادة حقيقية للتغيير الحقيقي في المغرب. تعاقبت حكومتين بعد الحراك المغربي الذي وتعديل الدستور 2011، لكن ما زال المغرب يعني يخوض في نفس الممارسات ولو ربما أكثر. ما زالت الأحزاب السياسية أدوارها يعني لا تقوم بأدوارها، وتراجعت بشكل كبير أدى إلى إقصاء الأطر الشابة داخل الأحزاب وإقصاء الكفاءات، وكما يمكن ان يعني نرى من خلال الخطب الملكيه التي تركز على نفس المساله، الطاقات الشابه كطاقات واعده، بحكم ان المغرب نسبه الشباب هي نسبه مهمه جدا، لكن على ارض الواقع لا نرى شيئا. احزاب سياسيه فاقده للبوصله، مهمشه للاطر، وهذا ينعكس من داخل ايضا المؤسسات، مؤسسات الدوله التي ايضا يعني تضع حواجز كبيره امام الشباب المغربي. يعني كما ذكرت يا سيدة شريفة أيضا هناك نقاط إيجابية ونقاط دائما يعني لا نقول سلبية، لكن يجب الوقوف عندها ويجب ممكن تعديلها أو مناقشتها. على كل أشكرك طبعا من الرباط شريفة الموير، باحثة في القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة محمد الخامس، وأيضا الشكر موصول للسيد محمد العوني وهو رئيس منظمة حريات الإعلام والتعبير المغربية، وأيضا كنت أريد أن أسألك عن بعض ما هو مطلوب لكن عذرا لضيق الوقت سيد محمد، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا فاصل قصير ومن بعده نتابع في شباك الفنون، سنحضر حفل فرقة الغناء العربي التابعة لأكاديمية الموسيقى العربية في لندن، ونلتقي القائمين عليها.
وفي شباك الثقافة نتحدث عن جمال علام أحد أيقونات الموسيقى الجزائرية والذي رحل قبل أيام قليلة تاركا إرثا موسيقيا كبيرا. وفي شباك الصحة سيكون لنا حديث حول تشمع الكبد، أسبابه وعلاجه، سبل الوقاية منه. أهلا بكم مشاهدينا من جديد، الآن إلى جولتنا مع مواقع التواصل الاجتماعي في شباك هاشتاج. اليوم نطير إلى الخرطوم لنعرف أهم المواضيع التي شغلت السودانيين هذا الأسبوع، وتنضم إلينا طبعا من الخرطوم مراسلة التلفزيون العربي سالي عثمان. أهلا بك يا سالي مساء النور. الأكيد بأنه ممكن موضوع حل حكومة الوفاق الوطني التي لم تكمل عامها الأول أهم ما شغل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالسودان منذ فترة. نعم مساء الخير أحمد عليك وعلى كل السادة المشاهدين. بالفعل وسم الحكومة الرشيقة انتشر مؤخرا وشارك فيه عدد من المغردين السودانيين حول ما حل من تغييرات سياسية واسعة المدى والنطاق في حكومة السودان، حيث الأسبوع الماضي قام السيد رئيس الجمهورية بحل حكومة الوفاق الوطني التي جاءت على خلفية حوار وطني امتد لسنوات طوال جلس فيه المعارضون وحكومة السودان على طاولة حوار تمخضت عن هذه الحكومة التي كانت تمثل أطياف واسعة من الأحزاب السياسية في السودان. ولكن بصورة عامة إذا ما يعني تبحرت في هذه التغريدات والتعليقات المواطنين تلاحظ أن هنالك حالة من الإحباط نوعا ما وعدم التفاؤل فيما هو مقبل، بالرغم من تقليص واختزال عدد الوزارات من 31 وزارة إلى 21 وزارة نظرا للأحوال الاقتصادية التي تمر بها البلاد، ويعني اتجاه الدولة نحو تقليل الإنفاق الحكومي حتى تمر البلاد من هذه المشكلات المتسلسلة الاقتصادية. الأمال كانت معلقة على هذه الحكومة التي تم حلها والتي كما أسلفت جاءت بناء على حوار وطني امتد لسنوات. في مايو أيار الماضي كانت هنالك تغييرات واسعة في ذات الحكومة التي تم حلها في نطاق واسع على مستوى الولايات والوزراء وغيره، ولكن منذ مايو الماضي وحتى حل هذه الحكومة يعني تفاقمت المشكلات الاقتصادية ولم تحل أبدا، فبالتالي هنالك حالة من عدم التفاؤل فيما سيأتي في مقبل الأيام والقرارات التي ستتخذ من قبل حكومة الوفاق الوطني الجديدة. يمكن أن نستعرض أحمد يعني بعض التغريدات حول هذا الوسم الحكومة الرشيقة. عز الدين حريكة يقول حنكم بيش، وهو تعبير بالعامية يعني أن هذا الحديث لا يصدق. بعد الحكومة الرشيقة دي عادي نتوقع ميلاد ولايات رشيقة عاملة رجيم ورسوم دعم الرشاقة والصندوق القومي والبرنامج الوطني للرشاقة، يعني في إشارة إلى أن هذه الحكومة وهذا التغيير الذي حدث لن يأتي بعده إلا مزيد من الجبايات على كاهل المواطن السوداني. أيضا دكتور أرازي أبو جناية قالوا المرة دي حتكون حكومة رشيقة، وأكد لكم أن العناوين في الصحف الرئيسية في مارس القادم ستكون حل الحكومة الرشيقة، في إشارة إلى التغييرات الوزارية المتتالية التي حدثت في الفترة السابقة والتي لم تتمخض عن أي تغييرات على مستوى حياة الناس ومعاشهم. أيضا هنالك تغريدة أخيرة في ذات الوسم الحكومة الرشيقة من شاذلي خيري يتحدث ويقول تمخض الجمل فأرا فوالد فأرا، أين الحكومة الرشيقة؟ أعتقد أنها لعبة الكراسي، وطن ينزف دما، في إشارة إلى أن هنالك بعض الشخصيات التي تم الاحتفاظ بها في هذه الحكومة الرشيقة والتي أتت من الحكومة التي حلت، فبالتالي لن يكون هنالك جديد. يعني دائما هناك مطالب يعني مشروعة أيضا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا من المواطنين سالي، وكما يقال المصائب والمشاكل تأتي فرادى. يبدو أن السودان يمر بمشاكل عديدة منها الأزمة الاقتصادية كما تحدثنا، وأيضا حمى
تنتشر بمدينة كسلة، كيف كانت ردود الفعل ولماذا؟ هل فقط بسبب الفيضانات التي ضربت يمكن المنطقة منذ فترة؟ نعم أحمد، بالفعل تعرضت ولاية كسلة شرق البلاد لفيضانات هذا العام في خريف هذا العام، وهطول أمطار غزيرة جدا يعني جراءها فقد عدد من المواطنين منازلهم ومساكنهم. ولكن تتوالى سلسلة الأزمات في هذه الولاية الشرقية البلاد، حيث انتشرت حمى تسمى بشيكونغونيا، وهي حمى تأتي نتيجة لانتشار البعوض الكثيف في البرك والمستنقعات التي خلفها الخريف داخل الأحياء السكنية. وللأسف نظرا ل يعني سوء الصرف الصحي وانعدامه في كثير من الأحيان، توالدت هذه أو توالد البعوض والناموس، وتحديدا الناقلة الزاعجة المصرية والزاعجة المرقطة، وهي نوعاء البعوض اللذان يسببان في نقل هذا المرض. أعراض المرض هي حمى شديدة جدا وآلام مبرحة في المفاصل. الحمى قد تصل إلى تشنجات، والآلام قد تصل إلى حالة الشلل التام عن الحركة. أصيب في ولاية كسلة إلى الآن ما لا يقل عن 7000 مواطن. للأسف يعني هنالك جهود أهلية ومدنية لمبادرات نظافة وتجفيف الأحياء، ولكن على المستوى الرسمي والمستوى الحكومي لا توجد يعني تحركات بصورة توازي هذه الإصابات الكثيفة. أيضا هنالك حالة شحة في المسكنات الوريدية التي يجب أن يتلقاها المرضى في المصابين بهذا المرض. ليس هنالك علاج فعال لهذا المرض حتى الآن بحسب الأخصائيين في هذا المجال، ولكن يجب على المريض أن يتناول المسكنات الوريدية، وأيضا يتلقى الطعام الجيد ويتناول السوائل بصورة كثيفة حتى يستطيع أن يتخلص من هذا المرض. المرض غير قاتل بحسب المختصين، أيضا في حالة يعني إلا في حالات كبار السن والأطفال الرضع، لا سيما إذا لم تتم تغذيتهم بصورة جيدة. المرض منتشر بصورة واسعة في ولاية كسلة، وهنالك صرخات لمواطنين وأسر يعانون معاناة شديدة من الآلام المبرحة التي يخلفها هذا المرض. أيضا هنالك مواطنين أحمد تفاعلوا بصورة كثيفة مع معاناة أهل كسلة شرقي البلاد جراء انتشار حمى شيكونغونيا. أخبار السودان يمكن ذكرت في وسم على تويتر كسلة ارتفاع عدد المصابين بحمى شيكونغونيا بمحلية كسلة إلى 7000 حالة. أيضا هنالك نبيل شاكور قال من أجل كسلة مبادرة من مواطني كسلة لتحسين البيئة وردم البرك وعمليات نظافة للأحياء الأسبوع المقبل، في إشارة إلى يعني تقصير الجانب الحكومي والرسمي في تجفيف البرك والمستنقعات التي خلفتها الأمطار، والتي بصورة غير مباشرة تساعد في انتشار المرض نتيجة لانتشار البعوض بصورة كثيفة. أيضا هنالك يعني التغريدة الأخيرة فضلنا أن تكون استعراض لجمال هذه المدينة الجميلة التي يوجد بها يعني توجد بها سلسلة جبال توتيل ويوجد بها نهر الجاش الموسمي. هي مدينة جميلة جدا، ولكن للأسف كل خريف تعاني من مثل هذه يعني المشاكل. شاب طموح قال شاهد الطبيعة الخلابة في بادية قبيلة الرشايدة في ولاية كسلة بشرق السودان خلال فصل الخريف. على كل، سالي عثمان مراسلة التلفزيون العربي في الخرطوم، شكرا جزيلا لك، نراك الأسبوع القادم إن شاء الله تكون المواضيع وتكون الأمور محلولة، ويعني انتشار لهذا المرض يكون خلص وتمت السيطرة عليه وأن تكون الأمور كلها بشكل جيد في السودان. شكرا جزيلا لك سالي. الآن مشاهدينا وشباك الفنون، فقد أقيم في العاصمة البريطانية لندن حفل لفرقة الغناء العربي التابعة لأكاديمية الموسيقى العربية في لندن بقيادة المايسترو علاء مجيد، والذي أعلنت الأكاديمية من خلاله عن فتح أبوابه أو أبوابها للجمهور. الفرقة قدمت أغنيات من التراث العربي في الحفل الفني الذي حضره جمع كبير من أبناء الجالية العربية في بريطانيا. زميلنا بشار طلال كان من بين الجمع وعد لنا هذا التقرير.
حفل الافتتاح لأكاديمية الموسيقى العربية واللي افتتحتها عروس الأكاديمية فرقة الغناء العربي في لندن. قدمنا اليوم مجموعة من الأغاني العربية ولعدة بلدان عربية تحمل صفات أو سمات التراث العربي العريق لبلداننا، وحاولت أن أنوع تنويع معين، وحاولت أيضا أن أعمل ميكس معين بالأغاني وقدمها بطريقة معينة بطريقة أو بأداد معين حتى تكون غير تقليدية مع الحفاظ على الألحان الأصلية لتراثنا. قدمنا أيضا مجموعة أو عدد من الأصوات الغنائية الانفرادية، يعني بحدود 6 إلى 7 أصوات، وكلهم نأتهم الآن إعداد يعني أكاديمي وإعداد علمي. فرقة الكورال عددها يتجاوز 50 عضو تقريبا، والفرقة الموسيقية اللي ترافق الفرقة بحدود تقريبا 19 إلى 20 عازف، وبهذه الحالة يتجاوز العدد الكامل 70 مثل ما شفتوا حضراتكم العدد هذا. طبعا أيضا احنا اخترنا زي خاص للفرقة، والزي تم إعداده واختياره من قبل مصمم عالمي إلى علاقة بالتراث العربي القديم، وتم اختياره للنساء والرجال بطريقة معينة. يعني الفرقة اللي يعني صاحبتنا اليوم هم كلهم أساتذة كبار من العازفين المهمين في أوروبا ولندن، كلهم مكس مو من عدة دول، لكن هم اتفقنا واتفقوا أنه نعمل سوية في هذا الكيان الكبير، في هذا الكيان العربي النادر. إن شاء الله ستتواصل نشاطاتنا ومهرجاناتنا إن شاء الله، بما أن هذا هو الافتتاح وهو المهرجان الأول إن شاء الله. تعتبر الأكاديمية فتحت أبوابها لقبول الأعضاء وقبول الأصوات وقبول المتدربين على الآلات الموسيقية، وإن شاء الله إحنا عندنا الآن نشاط مستقبلي قريب قادم إن شاء الله، وسنعلن عنه في حين إن شاء الله. أسمر دم معجون ما صار مثل بالكون، أسمر دم معجون ما صار مثل بالكون، وللجمال مرهون هذا الولد لما انفاد بالقلب سلام، عيونه سود يحلى محل الدرب لو كان. مشاهدينا، ينضم إلينا هنا في الاستوديو المايسترو علاء مجيد عميد أكاديمية الموسيقى العربية في لندن، والسيدة ثناء الألوسي وهي مديرة أكاديمية الموسيقى العربية في لندن. أهلا بكم مساء النور. أهلا وسهلا. شفتيها سألتيني عليها وخربطنا فيها. طيب، بدي أسألك في البداية عن موضوع الأكاديمية. نعم. كيف بلشت هذه الفكرة؟ كيف إجتكم؟ نعم. الفكرة كانت بسيطة. قبل عدة سنوات مدرسة موسيقى عربية في لندن، ثم تطورت بعد ما
حضر المايسترو علاء من السويد، وجاء بمشروع إنشاء فرقة غناء عربي من الجنسين رجالا ونساء، وشكلنا في هذه الحالة. احتاجت الفكرة أو المشروع، مشروع الأستاذ علاء، أن يكون يحتوي شيء أكبر من مدرسة موسيقى باعتباره كعدد وكإنشاد جماعي وتوزيع وموسيقى وتمرين إلى آخره. فعملنا هذه، أسسنا الأكاديمية وبدأنا بالإعلان عن فتح باب الانتساب إلى هذه الفرقة. ويعني حصل، هل هناك موضوع شروط الدي جي ينتسب ينضم للأكاديمية؟ فلأكون صريحة معك، في البداية ما كان شروط، ولكن أستاذ علاء صقلهم وعمل من مجهود كبير، والكثير كانوا ما عندهم دراية بالموسيقى والغناء، ولكن الحمد لله وصل إلى نتيجة حقيقة يعني مبهرة وجميلة جدا. ولاحظنا أنه الانتماء من حملة شهادات عليا موجودين في الفرقة، طبيبات وأطباء أطباء نفسانيين، أساتذة الجامعة، محاضرين، مهندسين، أساتذة. هن تقدموا بالطلبات، هن من يعني من خلفيات ثقافية اجتماعية مختلفة كما تقول. احنا فتحنا باب الانتساب بشكل عام، بشكل عام، ثم بدأ بعد ذلك تصفية. طبعا حصلت تصفية بتوجيه المشرف المايسترو علاء عليهم، بدأت بعض التصفيات، بس يجمعهم جميعهم يجمعهم شيء واحد، ألا وهو حب التراث والأغاني القديمة. طيب جميل، حنسأل المايسترو على. أهلا فيك مرة ثانية، احنا التقينا قبل مرة كمان، إن شاء الله طبعا إن شاء الله الأيام الجاي كمان نلتقي أكثر. يعني البعض بيقول أنه في بريطانيا وموضوع الغناء وموضوع أكاديمية وموسيقى شوي الموضوع صعب، وكما ذكرت السيدة ثناء أنه صقلت هذه المواهب. كيف يعني كيف كانت عملية الاختيار؟ كيف استطعت أنك فعلا تساوي هاي التوليفة بينهم جميعا؟ نعم أشكرك. طبعا هو فعلا صعب وهو تحدي كبير أن أنقل مشروعي الكبير من تجربتي مع فرقة طيور دجلة في السويد اللي يعني أصبح عمره الآن 9 سنوات ما شاء الله، واكتسبت أيضا شخصيا أنا خبرة كبيرة من هذه التجربة الكبيرة. فانتقلت إلى لندن وبالتعاون مع السيدة ثناء لالوسي أن يعني نعمل هذا المشروع على شكل أوسع، يعني على شكل عربي، على شكل أصوات رجالية ونسائية. والحمد لله أنا يعني الحمد لله يعني أزعم أني أمتلك خبرة كبيرة في هذا المضمار، لذلك بدأت معهم من يعني لا يعني تقريبا من الصفر، أنه أبدأ أخليهم يغنوا بشكل جماعي، بشكل منسجم، بشكل يعني هناك انسجام كبير بين الأصوات الرجالية. هذا جهد كبير طبعا، هذه ليست مزاعم، هذه شهادة من مش مننا بس. أشكرك. لا هو فعلا جهد كبير، لكن يعني بكل تواضع أني استطعت أن 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 أن, أن أجعلهم يغنوا بطريقة واحدة بانسجام معين يعني، والحمد لله. والقادم هو الآن، أنا أعتبر دائما أقول أن هذه التجربة أعتبرها تجربة رقم صفر بالتسلسل. فالآن إحنا الآن بدأنا الآن يعني الخطوة الأولى، طبعا قبل الأولى، هذه قبل الأولى، يعني أعتبرها الآن الخطوة القادمة عديدة. ستكون هي يعني رقم واحد بالنسبة لي، يعني ستكون خطوة إن شاء الله كبيرة. إن شاء الله يعني أكيد هناك طبعا تفكير في المستقبل أكثر وتوسع للمشروع. نسأل السيدة ثناء، طيب شو هدفكم من الأكاديمية؟ هل فقط أنه مثلا الناس بقول لك أنه نجيب أصوات ونجمعها نسوي كورال نسوي غناء، ولا موضوع التراث؟ نعم بالطبع، في أكثر من مشروع وأكثر من هدف للأكاديمية حقيقة. هي ليست أكاديمية فقط لغرض إنشاء فرقة، ولكن الهدف أو فلنقل أنه العمود الذي ترتكز عليه الأكاديمية هو فرقة الغناء، ولكن هناك دروس أكاديمية أيضا، تعليم العود والقانون والجوزة والسنطور، الآلات الشرقية والمستعملة في العزف على مع الفرق والمقامات العربية. الهدف هو تعريف الجمهور العربي في بريطانيا من مختلف الجنسيات أن هناك موروث من تراث موسيقي
قيم جدا ونحن في صدد تقديمه. وفي الحقيقة بدأت دورات التعليم على العود وتحسين الأداء الفردي، شغالين احنا في هذا الموضوع منذ سنة ونص، ولكن الافتتاح كان قريبا. يعني حبينا انه نعرض او نعرف الناس اللي موجودين انه حصل افتتاح في أكاديمية، ولكن في الحقيقة هو بادئ الموضوع منذ حوالي سنة ونص. ووضعنا شعارا للمهرجان أسميناه سلاما يا روابينا لكل الدول العربية، سلام. يعني الله يعطيكم العافية، الأكيد بأنه مشروع مهم جدا وخاصة في أوروبا. سيد على هل يعني كما تحدثنا يمكن على الموضوع بأن هناك خبرات، هناك جهود كبيرة، كما تحدثت أي سيدة ثناء على الموضوع، يمكن تم التدريب على الآلات، دورات، لكن هل يعني هناك مناهج في العصر الحالي أو مناهج معاصرة للموسيقى الموجودة الآن؟ يعني بخصوص الآلات الموسيقية اللي في الأكاديمية، حتما احنا اتفقنا مع عدة أساتذة في مجال الآلات الموسيقية، وحتما كل أستاذ من الأساتذة هو يمتلك المنهاج الخاص بالآلة الموسيقية اللي هو يدرسها، فحتما المناهج معاصرة. أما شخصيا أنا لما أدرب الغناء الجماعي فحتما عندي منهاج وعندي خطة عمل حديثة، يعني شرقية عربية حديثة في مجال تطوير الأصوات الغنائية، وأعتقد النتائج هي اللي تبين مدى أهمية ومدى مستوى هذه الطريقة، اللي تجعل من هذا الناس غير المتعلمين أو غير الدارسين للموسيقى أنه يغنوا بطريقة منسجمة وبطريقة جميلة وملفتة للانتباه، وكأنهم احترافية طبعا، وكأنهم هم يعني هم محترفين. طب هل 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 لديكم رؤية لبعض التعاونات مع مؤسسات، مع فنانين، يعني أكاديميات أخرى مثلا؟ حتما، يعني نص السؤال للست ثناء، لكن فيما يخصني حتما أنا أمتلك علاقات كبيرة في جهات فنية. سابق لأوانا أن أتحدث وأن أقول يعني أنه التفاقات يعني شبه يعني تذكرت لأنه في البداية هذه قبل الصفر بالضبط، كان هيك سألتك بالضبط، يعني عندنا اتفاقات لكن حقيقة ما تم الاتفاق بشكل نهائي وحتمي، فحتى أعلن عنها، لذلك تحتاج بعض الوقت، وحتما رح نعلن عن القادم إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. اسمحي بس أستفيد بنقطة معينة. تفضلي. على أسألك على نفس الموضوع. نعم. على هامش ما ذكر المايسترو، لا سألت حضرتك إذا كان في منهج أو شيء حديث. نعم، في دليل الأكاديمية يصدر قريبا إن شاء الله، وأدخلنا عليه ونحاول يعني نستضيف أو نستقطب بعض الاهتمامات اللي هي مثلا هندسة الصوت، إدارة مسرح، شيء جديد في الحقيقة ما داخل على الأكاديميات الموسيقية. أما بالنسبة لما تفضل به الأستاذ علاء في مسألة حضرتك فيما يخص التعاون مع جهات ذات علاقة من نفس الاختصاص، نعم فاتحنا حتى في بريطانيا. نعم في بريطانيا، من جهة الأستاذ علاء الجهة العربية، ومن جهتنا نحن في هذا البلد نعم الأكاديميات والتخصصات العالية في المعهد العالي الملكي للموسيقى وأيضا معاهد أخرى موسيقية، نحن في صدد المناقشة. وحقيقة لما طرحنا هذه الفكرة لاقت صدى غير عادي وتجاوب معنا. هل هو دعم شخصي أم شخصي؟ 100%، يعني نحاول نكتفي اكتفاء ذاتيا بس اعتمادا على ركيزتين في الوقت الحالي. ان شاء الله الله يوفقكم، ان شاء الله حيكون في المستقبل فروع ايضا. نعم. في الأكاديمية. نعم. حتتوسع. نعم. الموضوع. نعم. إن شاء الله يا رب. شكرا جزيلا لكما طبعا السيدة ثناء العروسي مديرة أكاديمية الموسيقى العربية في لندن، أيضا المايسترو علاء مجيد عميد أكاديمية الموسيقى العربية في لندن، شكرا جزيلا لكم. شكرا. والأكيد بأن المشروع سيكون له صدى واسع إن شاء الله في المستقبل. إن شاء الله. شكرا لكم. شكرا جزيلا. مشاهدينا فاصل قصير وما نتابع من بعده سيكون لنا حديث في شباك الثقافة عن جمال علام، أحد أيقونات الموسيقى الجزائرية الذي رحل قبل أيام قليلة تاركا إرثا موسيقيا كبيرا. في شباك الدنيا نطير إلى تركيا وشاطئ فلوريا البديع، بقعة سياحية خلابة على بعد أمتار
من مطار إسطنبول. في شباك العربي سيكون لنا حوار مع أماني جحا وبرنامج ما لاقت، أحد أحدث برامج التلفزيون العربي. قبل ست أيار غير بعد ست أيار. قبل ست أيار كنا عم نعبي الخطاب الطائفي، وبعد ست أيار صرنا عم نفضي. قبل ست أيار كنا شعب حضاري. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. استكمالا لموضوع نقاشنا الرئيسي اليوم، طرحنا على متابعي التلفزيون العربي على موقع تويتر سؤال: هل تعتبر نشر المعلومات على مواقع التواصل تشهيرا أم فضحا للفساد؟ طبعا ردود الأفعال كانت واسعة، اخترنا منها البعض. نبدأ مع عابد. عابد تحدث عن الموضوع ويقول: كل الأجهزة المتطورة تعد نعما علينا إذا استخدمت بالشكل الصحيح وبما يفيد، وتكون شرا وبلاء علينا إذا استخدمت في غير ذلك، مما يعود بالشر علينا وعلى المجتمع ككل. فلنتعاون على البر والتقوى والتنبيه والتذكير ونشر الخير قبل أن نفكر بنشر الفضائح والتشهير بالآخرين لوجود جهات مسؤولة عن ذلك. طبعا عابد تحدث باستفاضة عن الموضوع. الشطي التميمي أيضا مشارك عبر تويتر يقول: إذا كانت الفضائح جنسية وإذا كانت تتناول امرأة أو مجموعة من النساء في كلام مخل أرفضها رفضا كاملا وبدون نقاش. عدا ذلك يجب أن يجلد الظالم وكل زمرته من الفاسدين بالألسنة. يجب أن يكون الجلد مبرحا وأن يكتب الجميع ضده، لأن القانون لن يفعل شيء بهم، فليس لنا سوى الفتك الاجتماعي. أيضا فلاح يتحدث عن الموضوع باختصار: أراه فضحا للفساد. حسام الدين الطريفي البوني يقول أيضا: أجل أعتبر ذلك تشهيرا إذا كانت المعلومات التي تنشر تؤذي الآخرين. طبعا يعني حسام بشكل أو بآخر نشر معلومات أو ليس نشر صور وفيديوهات في البعض يؤذي الآخرين. سعد باشا زغلول يقول: التواصل الاجتماعي أصبحت إعلاما بديلا سواء قبلنا أو لم نقبل، لكن الناس أحيانا تتحشر في خصوصيات المشاهير وهذا في حد ذاته خطأ. طبعا هناك حديث عن هذا الموضوع بأنه تحشر. مشاركتنا الأخيرة ومن مشارك يقول: إذا كانت مسألة تمس الصالح العام والجريمة ارتكبت ضد المجتمع فهي فضح للفساد ولا بد أن يعلم الجميع، أما إذا كانت جريمة خاصة فإن الله حليم ستار. طبعا مشاهدينا تحدثنا عن هذا الموضوع وسألنا تحديدا عن هذه النقطة. إذا مشاهدينا شاركونا آراءكم كل يوم عبر منصات التلفزيون العربي على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر وإنستغرام، وكونوا جزء دائم من مناقشتنا. الآن إلى شباك الثقافة، والذي نخصصه اليوم لتأبين موسيقي هام، وهو أيقونة الموسيقى الجزائرية وأحد أهم رموز الموسيقى الأمازيغية، الفنان جمال علام، والذي رحل قبل أيام قليلة عن عمر ناهز 71 عاما، تاركا إرثا موسيقيا لا يقدر بثمن. معه عدد كبير من الفنانين والموسيقيين المثقفين العرب والغربيين لما قدمه من فنون لأكثر من 40 عاما. نتعرف عن بعض المعلومات عن جمال علام ثم نبدأ نقاشنا عن تراثه الفني. We'll be right back.
معنا مشاهدينا من الجزائر العاصمة السيد إلياس نجيمي، وهو كاتب متخصص في الثقافة، للحديث أكثر عن هذا الموضوع. أهلا بك سيد إلياس. أولا تعازينا يعني للجزائر والعائلة الفقيد. كما ذكرنا يمكن الراحل ترك إرثا هاما من الأعمال والموسيقى، ويعد أحد أيقونات الموسيقى والأغاني الأمازيغية. لو ممكن أن نتحدث عن هذه الأعمال، عن هذا الإرث الكبير، وأيضا أن نتحدث عن جمال علام بشكل شخصي. أهلا بكم. يعني في الحقيقة الشعب الجزائري تلقى نبأ رحيل أحد جهابذة الموسيقى الجزائرية وبالأخص الأمازيغية بكل أسى وحزن. جمال علام هو قطب غنائي لن يتكرر. يعني جمال علام عمل على نشر الأغنية الأمازيغية في العالم على نطاق أوسع، وهذا ما يميزه عن غيره من الفنانين. صحيح أن المطرب الكبير العالمي إيدير عمل نفس الشيء، والمطرب تكفاري ناس، لكن تبقى بصمة الفنان جمال علام مميزة جدا، نظرا لربما الكلمة التي التزم فيها بعدة قضايا وعدة قيم إنسانية. دعا إلى التسامح، دعا إلى الحب، إلى السلام، نظرا من أجل إعلاء كلمة يعني المهاجرين الذين عانوا الكثير في أوروبا، خاصة المهاجرين الذين هاجروا بعد استقلال الجزائر. طيب الياس، أيضا هناك يمكن سجل كبير للراحل، ليس فقط في الأعمال يعني في الأغاني والموسيقى، أيضا ألف أغاني ولحن موسيقى، وأيضا شارك في التمثيل. هو مؤلف، هو صحيح، فبالضبط، وعن هذا ما يميزه عن غيره. فجمال علام فنان مثقف، إعلامي، كاتب، شاعر، موزع موسيقي، أيضا كانت له موسيقات تصويرية لعدة أشرطة وثائقية في الجزائر وفي أوروبا، شارك أيضا حتى في بعض الأفلام. آخر فيلم ربما فيلم بن بلعيد لأحمد رشدي للمخرج الجزائري الكبير، كان له دور في ذلك الفيلم، كما أيضا وضع الموسيقى التصويرية للمخرج الجزائري المغترب محمد زموري. كما قلت أيضا نشط برنامجا في السبعينيات في الجزائر. ومميز أيضا جمال علام أنه لما وهو هاوي قبل أن يحترف الموسيقى، قبل أن يصدر أول ألبوم له، كانت له حفلات في الجزائر يحضرها أهم المثقفين كالرسام الجزائري الكبير محمد السياخم، والعديد من والأديب الكبير أيضا كاتب ياسين. لذلك قلت فهو فنان يعني فيلسوف، لا أدري كيف أصفه يعني. لذلك أحسسنا بفقد هذا الرجل. وأيضا هو فنان شامل كما ذكرت، ملحن ومغني وأيضا ممثل وكاتب مؤلف. يعني الأكيد بأن هذا الإرث الثقافي الكبير الذي تركه، والفني أيضا له ميزة كبيرة كما تحدثت. لكن أريد أن أسأل عن نقطة مهمة جدا. يمكن أغلب الأغاني الذي يعني أو ارتبطت الأغاني الأمازيغية بجمال علام أو هو ارتبط بها، والقليل من الأغاني العربية. هل بسبب قلة الأغاني العربية على الأقل لا ممكن أن نقول في المشرق لم يكن له هذه الشهرة الكبيرة والواسعة؟ لا، بالفعل أنت أشرت نقطة مهمة. هو أدى أغاني بالعربية طبعا، هو باعتباره أمازيغيا يعني كان يحسن اللغة الأمازيغية بطريقة جيدة باعتباره أمازيغي وأصوله أمازيغية، ينحدر من مدينة بجاية، كان دوره أداء الأغنية الأمازيغية. لكن هذا لا يعني أنه لم يغني بالعربية، فقد غنى أغنية جوهرة ضمن الألبوم الذي تعامل فيه مع الموسيقار العالمي صافي بوتيلا. صافي بوتيلا هذا اللي عمل أغنية ديدي للشاب خالد. فأغنية جوهرة ضمن ألبوم غورايا الذي صدر سنة 2001 يعني حقق نجاحا جماهيريا ساحقا حتى على المستوى العربي، وأيضا حتى الموسيقى التي تضمنت هذه الأغنية استعان بها عدة فنانون ومخرجون في أفلامهم السينمائية وحتى في الدراما. أغنية معروفة جدا جوهرة، يتغنى بها بمدينة الجزائر، فكانت حقا إبداعا.
طيب الياس، يعني أعود إليك إلى نقطة الإخراج، وكما ذكرت بأنه هو كان أخرج فيلم اسمه المقعد العمومي، هو فيلم قصير عام 2012 ونال عدة جوائز. لو تحدثنا نعم 2012 نعم لو نتحدث أيضا عن هذا الجانب، عن هذه التجربة في الإخراج، وقلما نشاهد فنان يجمع كل يعني الغناء من جهة والتمثيل من جهة والإخراج من جهة وأيضا الكتابة من جهة والتأليف والتلحين أيضا. نقطة مهمة أيضا أشرت إليها، وأنه هو ربما الفنان الجزائري الوحيد الذي شمل كل هذه المجالات، يعني أخرج شريطا فيلما عفوا قصيرا سنة 2012. لا ننسى أنه جمال علام هو إنسان فيلسوف ونضل من أجل عدة قضايا، دعا كما قلت للتسامح، للحب، للحرية، تحدث عن المهاجرين كذا، فوجد مجالا آخر يعني فنيا آخر يعبر فيه عن هذه الرسالة، فكان ضمن هذا الفيلم القصير، يعني هذا ما يميزه عن غيره. طيب سؤالي أخير ولو باختصار سيد الياس، هل ترى دائما هناك في مجتمعاتنا العربية قلة تقدير إلا ما عندما يرحل الفنان أو شخصية كبيرة في المجتمع؟ هناك صحيح، لكن أنا يعني ربما أعلق على بعض التغريدات وبعض المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، تردد عبارة عاش في صمت ومات في صمت، لا هذا خطأ كبير جدا. نعم. جمال علام لم يعش في صمت ولم يمت في صمت. نعم. لأنه كان نشطا دائما وظل وفيا لرسالته وكان يحيي حفلات، والدليل على ذلك في يعني عز مرضه وهو يعاني آلام المرض العضال أحيا حفل، يعني كان تكريما على شرفه شهر ماي الفارط، وكان منهكا جدا، رغم ذلك غنى وقد حظيت تلك الحفلة بيعني انتشار واسع في مواقع التواصل الاجتماعي. أيضا هذا هو الفنان الحقيقي ولم يمت في الصمت، لأنه حتى وزير الثقافة الجزائري قام بزيارة ودية شخصية إليه في بيته، ويعني هذا دليل على أن الرجل لم يعيش في صمت ولم يمت في صمت. صحيح، أيضا وزير الثقافة هو من تحدث عن هذا الخبر في البداية. على كل، شكرا جزيلا لك الياس نجيمي، كاتب متخصص في الثقافة، كنت معنا من الجزائر العاصمة، وكما ذكرت عزيزنا للجزائر عائلة الفقيد وأيضا الأسرة الثقافية في الجزائر، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، يقصد مئات السياح العرب والأتراك شاطئ فلوريا على ساحل بحر مرمرة والذي يبعد عن مطار اسطنبول فقط 300 متر. يعد المكان وجهة سياحية من بين عشرات المناطق التي يضعها السياح ضمن مخططاتهم عند زيارتهم اسطنبول. وحسب إحصائيات رسمية تركية فأن عائدات السياحة بلغت 26 مليار دولار. بس الخلف يأخذنا في جولة هناك. يتيح هذا الساحل الممتد على طول 10 كيلومترات على بحر مرمرة فرصة للسياح العرب والأجانب لمشاهدة هبوط الطائرات إلى مطار اسطنبول وكذلك رسو السفن من مكان واحد. حركة طائرات لا تهدأ، سفن تزين الساحل وتبهر الناظرين. شاطئ فلوريا أحد الشواطئ الأكثر شهرة في اسطنبول وقبلة السياح العرب. طبيعة المكان وشهرته جاءت به معاذ وعائلته من السعودية، يقول أن اسطنبول تبدو المدينة الأنسب بالنسبة له للاستمتاع بإجازته. موقعها متميز الساحل هذا، توقف على البحر وبتشاهد كل الطيارات ما شاء الله هي نازلة على مطار اسطنبول، هذا يدل على كثرة المسافرين إلى اسطنبول، وبالنسبة لنا يعني كعرب مسلمين يمكن أنسب شيء لنا في السياحة اسطنبول طابعها يعني الشرقي. سائح عربي آخر يوثق بكاميرته حركة السفن والطائرات، رائد السائح القادم من العراق، يقول إن مثل هذه الأماكن غير متوفرة في بلاده. هي أول زيارة لي إلى تركيا، وكنت أسمع عن طريق كذلك الإنترنت أنه يوجد ساحل جميل اللي هو ساحل فلوريا في منظر لهبوط طائرات إضافة إلى السفن ورؤية البحر،
بما انه من العراق من بغداد يعني ما عندنا هيك منظر يعني انه موجود عندنا بحار وطائرات بوقت واحد، بالتالي يعني مثل ما نقول يعني نضرب عصفورين بحجاره واحده. اللافت في المنطقه كثره السياح العرب، مصطفى وصديقه مثلا سوريان هاربان من صوت الطائرات الحربيه والمعارك. هدوء المنطقه امر مهم بالنسبه لهما. والله انا جاي لهون يعني منظر هون كويس كتير، يعني في هدوء، ما في سيارات، ما في عجقه، ما في هيك شغلات يعني، ومنظر يعني كويس كتير، منشوف الطياره ومنشوف الشط البحر منشوفه يعني في نفس الوقت، يعني منظر جدا رائع. وهذه عربي اخر يستمتع بشاطئ فلوريا مع ابنه، شاطئ جمع بين الحداثه والتاريخ في مظهره ومرافقه. الأمانة بحب الجو كثير، الشواطئ، وأحب الطيران، مغرب الطيران كثير، يعني كل الصور اللي صورتها اليوم للطيران، بس الوقت الهبوط الطائرات في كان هبوط كثيف يعني جدا، يبدو لي مطار اسطنبول يمكن فيها في زحمة يعني عجل كثير يعني، والحمد لله أجواء ومكان جميل، الإنسان شو بده أكثر من هيك. في كل دقيقة تقريبا تهبط طائرة في مطار اسطنبول القريب من شاطئ فلوريا، حركة تعكس الحيوية والنشاط التي تتمتع بها المدينة. تغيب الشمس ورونق المدينة لا يغيب. باسل خلف، التلفزيون العربي، اسطنبول. أما الآن مشاهدينا فإلى الشباك العربي وأحدث إنتاجات التلفزيون العربي المتنوعة. اليوم سيكون لنا لقاء مع إعلامية شابة تميزت بخفة ظلها وجراءتها، فاستطاعت أن تجذب الأنظار إلى ما تقدمه من محتوى دون أن تلجأ إلى ابتذال أو تحتاج إلى إنتاج مبالغ فيه. أماني جحا شابة لبنانية يعرفها ويتابعها الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب جرأة ما تقدمه من محتوى ناقد على الصعيدين السياسي وأيضا الاجتماعي، لا تراعي في حسابات بل تسعى لنقل آرائها بكل وضوح وأيضا موضوعيها. برنامج نائد وساخر رح يعرضوه قريبا التلفزيون العربي، بده خرزة زرقاء، ولي العهد أكيد 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 راح اختفى، ما قلنا شيء. الراجل ده كفاءة مية مية. نيكست. موسم حج هلأ، فيلم أمريكي طويل يا عمي وصهرة. طب لوين رايحين؟ طبعا مشاهدينا من بيروت نرحب معنا بأماني جحا وهي إعلامية لبنانية ومقدمة برنامج ما لائط. أهلا بك يا أماني، في شيء لائط هالأيام ولا ما لائط؟ أول شيء مساء الخير، مساء النور أحمد، وميرسي على هذه المقدمة الحلوة. ايه مفروض انه يكون البرنامج لائط، بس كل الاشياء اكيد ما لائطه. طيب ان شاء الله يكون البرنامج لائط. حدثينا عن البرنامج ان شاء الله اللي بيكون لائط، شو يعني كيف حيكون، شو الجديد، شو اللي بيميزه اماني عن غيره من البرامج، يعني خاصه بانه في بعض البرامج موجوده على الساحه العربيه الناقده والساخره. صحيح، على الساحة العربية موجود كتير من البرامج أكيد ومن الدول العربية كافة يعني، بس يمكن نقول أنه حيكون البرنامج اللبناني الأول اللي بيطلع من شاشة عربية أو من منصة عربية. اليوم عادة المجتمع العربي معود على لبنان يقدم له الفن أكثر، يمكن يقدم له المواضيع هيدي أكثر أو هيدي البرامج. اليوم عم بيقدم له الشارع اللبناني على الأرض، يعني مثل ما هو بيتعامل على الأرض بسياسته بحقيقته، وكمان طبعا موجه للعالم العربي، كيف اللبناني عم بيشوف هيدا العالم العربي أكيد، أو كيف بيعالج سياسات المنطقة العربية. فإن شاء الله يكون في شيء جديد يضيفه على الساحة وعلى الموجود. أماني حيكون أيضا هناك توسع للعالم العربي ليس فقط في لبنان؟
طبيعي يكون في جزء يعني جزء واسع للمنطقة العربية، لأنه اليوم كله مرتبط ببعضه. طبعا الجزء الأكبر للبنان لتوضح هيدي الصورة أكثر أو لتوصل هيدا اللي عم بيصير بلبنان أكثر، بس حيكون له ارتباط بكل حلقة، له ارتباط بالمنطقة العربية واللي عم بيصير فيها. طيب نعم أماني يعني أعتذر منك، يبدو أنه الصدفة سيئة. سنذهب إلى مؤتمر صحفي للرئيس بوتين وأيضا الرئيس التركي عفوا أردوغان، ثم ونستكمل برنامج شبابيك. مشاهدينا إذن نذهب إلى مؤتمر صحفي للرئيسين الروسي والتركي. إذن مشاهدينا كنا مع جانب من المؤتمر الصحفي للرئيسين التركي رجب طيب أردوغان وأيضا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. طبعا الرئيس التركي تحدث عن الوضع في إدلب وأيضا عن التعاون الكبير بين تركيا وروسيا لتأمين منطقة منزوعة السلاح وأيضا لتأمين الوقوف أيضا في وجه ما سماها بالأزمات الإنسانية في سوريا، وتحدث أيضا عن إمكانية في المستقبل اختيار الشعب السوري رئيسا للبلاد عن طريق الديمقراطية والانتخابات وتنظيم دستور جديد للبلاد. إذن مشاهدينا كما ذكرنا كنا مع مؤتمر للرئيسين الروسي والتركي. مشاهدينا فاصل قصير ونتابع من بعده ونستكمل باقي فقرات شبابيك. في شباك الصحة سيكون لنا حديث حول تشمع الكبد، أسبابه، علاجه وسبل الوقاية منه. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. الآن إلى شباك الصحة، واليوم ستحدثنا الزميلة دانيا أرشيد عن تشمع أو تليف الكبد كما يقال. أهلا بك يا دانيا، مساء النور. مساء الخير يا أحمد، بعد زمان. أنت بتشتاقي لرولا كثير، فلذلك رولا موجودة. لا مشتقنا لك كمان. موجودة. كيفك يا أحمد؟ تمام الحمد لله. مواضيع بما أنه حكينا عن زميلتنا رولا، بس مواضيع زميلتنا رولا أسنان وشمال خفيفة، جبنا لك المواضيع الثقيلة. شكرا الله، تفضل. مثل ما بتعرف تشمع الكبد يا أحمد هو حالة مريضية تؤدي إلى استبدال أنسجة الكبد الطبيعية بأنسجة غير طبيعية، وبالتالي يفقد الكبد وظائفه ولا يستطيع القيام بأدائه، وهذا يؤثر على صحة الجسم العامة. رح نتعرف أكثر في هذا التقرير. تليف الكبد هو أحد الأمراض الأكتروشيون بالنسبة للكبد، هي تغير بشكل ووظيفة الخلية متاع الكبد، فتسبب انكماش لحجم الكبد وفقدان وظيفة الكبد. أسباب عديدة، الإفراط في تناول بعض الأدوية مثل باراسيتامول، والشيء الآخر اللي هو تناول الكحول بشكل مفرط وبشكل مزمن. يعتبر تليف الكبد مرحلة متأخرة من تندب الكبد، والناجم عن أشكال عديدة من أمراض الكبد كالتهاب الكبد وإدمان الكحول المزمن. ويقوم الكبد بوظائف عديدة أساسية كإزالة السمية من المواد الضارة وتنظيف الدم وتصنيع المواد الأساسية. الأعراض ممكن المريض يجي بألم بالبطن، بس هذا ليس شيء شائع. الأكتروشيون اللي هو فقدان في الوزن، فقدان الشهية، في مراحل متطورة ممكن يجي المريض لونه أصفر، يجي كله أصفراء بالجلد وبالعينين، وهذا بسبب عدم إمكانية الكبد في إزالة البيلوروبين من الدم وإنزاله إلى الأمعاء. فبسبب فقدان وظيفة الكبد، البيلوروبين اللي هو أحد المواد الكيميائية الموجودة بالجسم هيتراكم كله بالدم، يسبب صفرار في الجلد. وأيضا في مراحل متقدمة حيصير دوالي في الجهاز الهضمي بسبب تقيؤ دم. ويتوقف علاج تليف الكبد على السبب ومدى التلف الذي لحق بالكبد، وتهدف العلاجات المتاحة إلى إبطاء تطور المرض والوقاية من الأعراض والمضاعفات. في حالة حدوث تليف الكبد العلاج يصبح صعب جدا، العلاج مجرد كنترول يعني منع حدوث الأعراض ومشاكل تانية. بس علاج تليف الكبد للأسف لو صار تليف الكبد صعب إرجاع الكبد للحالة العادية.
إذن دانيا كالعادة أسئلة كثيرة عن هذا الموضوع، وخاصة بأنه موضوع مهم جدا. في البداية نسأل، ما هو تشمع الكبد؟ هلا تشمع الكبد مثل ما ذكر أو التليف الكبدي هو يحدث نتيجة الإصابة بمرض كبدي مزمن يؤدي إلى استبدال نسيج الكبد بنسيج ليفي وتظهر عقيدات. طبعا مثل ما بتعرف الكبد له وظائف هامة جدا، أهم تخليص الجسم من السموم، أيضا تخزين الفيتامينات وإنتاج البروتينات مثل الألبومين وعوامل تجلط الدم. ولكن عندما يحصل تليف في الكبد أو تشمع في الكبد، يفقد الكبد القدرة على القيام بوظائفه وتتأثر وظائف الجسم عموما. بحسب أحصائيات خلينا نقول الولايات المتحدة التي وردت في عام 2001 يا أحمد، تشمع الكبد احتل المرتبة 10 المسبب للوفاة من بين الرجال والمرتبة 12 المسبب للوفاة من بين للنساء. طبعا تشمع الكبد وأمراض الكبد المزمنة. وأيضا وجد أنه أو من المعروف أن المريض يعاني جدا من تشمع الكبد وذويه ويكبد المشافي مبالغ هائلة. أيضا وجد أنه ربما تشمع الكبد يتسبب بوفاة 34-66% من الأشخاص خلال 10 سنوات الأولى التي تلي بداية التشخيص. وهو أيضا يقال عنه بأنه هو المعمل الكيميائي في الجسم أيضا الكبد، لما له هذه الأهمية. طيب بما أنك ذكرت كل هذه الأمور، أيضا نتحدث عن موضوع المضاعفات، والدكتور تحدث عن بعض المضاعفات الموجودة. هلأ المضاعفات خلينا نقول من المضاعفات الشائعة خصوصا في المراحل المتقدمة من تليف الكبد الاستسقاء أو احتباس السوائل خلينا نقول في التجويف البطني، أيضا الاعتلال الدماغي الكبدي، أيضا ظهور دواء في المري وفرط ضغط الدم البابي. هذه اللي تحدث عنها الدكتور، دوالي الهضمية. طيب هلأ نذهب إلى يمكن اللي بسبب كل هذه المشاكل، هي الأسباب. هلأ الأسباب الأكثر شيوعا كما ذكر الطبيب هو الإدمان على الكحول والإصابة بالتهاب الكبد الفيروسي سي أو الهيباتيتس سي، أيضا مرض هذا دائما عفوا يعني دانيا المرتبط في موضوع تليف أو تشمع الكبد هو هذا الأمران. لكن في عندك أسباب ربما أخرى. نعم يعني هو موضوع أول يمكن كما ذكرتي الكحوليات وأيضا الفيروس. نعم. الكبد الوبائي أيضا الإصابة بهيباتيتس دي أو بي أقل شيوعا، اضطراب قناة الصفراء، إذا كان في بالجسم مشكلة بالتعامل مع امتصاص النحاس والحديد مثل داء ويلسون وداء ترسب الأصبغة الدموية، أيضا الإكثار من بعض الأدوية خصوصا المضادات الحيوية الأفراط فيها أو مضادات الاكتئاب أو بعض مسكنات الألم، أيضا ربما التعرض للبلهارسيا أو الإصابة بالبلهارسيا، أيضا أمراض الكبد المناعية الذاتية، أيضا وجود اضطراب بالجهاز الهضمي، اضطراب جيني مثل داء الأجيل وغيرها. كل هذه ربما عوامل لكنها أقل شيوعا من تعاطي الكحول والإصابة بهيباتيتس سي. لذلك من أكد على موضوع بأنه ليس يجب تناول حتى يمكن أي حبوب تكون إذا ما كان إلا لازم. طبعا يعني أي في وجع رأس أو كذا، في ناس تأخذ يعني زي ما بقولوا الريحة والجاي. نعم. فلذلك يعني هناك أضرار كبيرة لموضوع. نعم. الأدوية، وحتى بعض الدول ما بتوصف بعض إلا عند الضرورة، يعني الأدوية عند الضرورة كما. نعم. ذكرتي. طيب نتحدث عن موضوع العلاج، وكما ذكر الدكتور في البداية أنه إذا وصل إلى مرحلة متقدمة يتعذر العلاج. نعم. تماما. هلأ في المراحل البداية من أو المراحل البدائية من تليف الكبد، ربما نستطيع إيقاف تطور المرض أو إبطاء تطور المرض من خلال معرفة السبب والقضاء على السبب. يعني مثل ما ذكرت، إذا كان السبب هو تعاطي الكحول فيجب عندها إخضاع المريض لبرنامج الإدمان على الكحول للتخلص منه إذا تعذر. نعم، لبرنامج معالجة الإدمان. أما إذا كان فرضا سبب تشمع الكبد هو مرض الكبد الدهني غير الكحولي، فعندها ربما يكون تخفيف الوزن وضبط سكر الدم هو يكون يعني عامل وقاية جيد، كمان يساهم في تحسين حالة المريض وغيرها. ولكن مثل ما ذكرت أو ذكر الطبيب، إذا توصل المريض إلى مرحلة تشمع الكبد الكامل أو تليف كامل للكبد، فعندها يتعذر العلاج وربما
ربما يكون الخط العلاجي الوحيد هو زرع الكبد، ولكن أيضا هنا يجب دراسة حالة المريض وظروف أخرى، لأن هذه الزراعة ربما لا تنجح في جميع الأحوال. الحل هو فقط عفوا داني هي إذا تليف الكبد أو تشمع بشكل كامل فهو يكون الخط العلاجي الوحيد أو الخط العلاجي الوحيد، لأن الدكتور كما قال لما يكون في مثلا أنه وصل إلى مراحل متقدمة فقط هناك بعض السيطرة على بعض على الأعراض. هل نعود ونؤكد على هذه النقطة، هل فقط العلاج الوحيد يكون بزرع؟ إذا تشمع الكبد أو تليف الكبد بشكل كامل ف يتعذر العلاج ويكون الحل الوحيد هو فقط زراعة الكبد، والتي أيضا طبعا إلى إجراءات وإلى احتياطات كثير وتشخيص ودراسة حالة المريض وملفه ليتم التقييم إذا كان هذا حل مناسب أم لا. بعض النصائح الأخيرة داني أرشيد، وخاصة لأنه في ناس يعني زي ما قلنا بتشرب كحوليات كثير وغير ممارسة الرياضة، موضوع هلأ أهم شيء كمان إذا ظهرت بعض الأعراض، ربما الأعراض مثل ما بتعرف هو اصفرار لون البشرة والعينين، حكة في الجلد، ربما احتباس السوائل مثل ما ذكرنا، أيضا تورم الساقين خلينا نقول، ظهور الأوعية الدموية على سطح الجلد على شكل شبكات عنكبوتية، كل هذه ربما تكون مؤشرات وأدلة، فقدان الوزن، فقدان الشهية، كل هذه الأمور يجب أن يتوجه المريض عندها فورا للطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة، لأنه الأفضل في المراحل المبكرة إجراء التشخيص ومحاولة إيقاف تطور المرض. وأيضا نؤكد على عدم تناول الأدوية بدون وصفات طبية، وأيضا على كما ذكرنا بالرايحة والجاي. شكرا جزيلا لك داني رشيد على كل هذه المعلومات. شكرا لك. مشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا إلى آخر فقراتنا لليوم، وقبل الختام نستعرض معا بعض المواضيع التي سنتناولها في حلقة الغد. سيكون الأسبوع المضاف في لندن حصة ضمن حلقتنا، وسنتعرف على مصممين عرب أتوا من بلدان مختلفة لعرض أزيائهم الفريدة ضمن عرض قصص من دول عربية. ذكر قلق معرض وثائقي افتتح في متحف سرسق في بيروت، يوثق ويعرض حكاية المعرض التشكيلي العالمي من أجل فلسطين، والذي افتتح عام 78 في جامعة بيروت العربية، والذي شارك فيه أكثر من 200 فنان. كما يوثق المعرض الحركات الفنية التضامنية مع القضية الفلسطينية في العالم في تلك الحقبة. مشاهدينا نختم الحلقة كالعادة والشباك السعيد الذي يأتينا من مدينة باث البريطانية يوم السبت الماضي، حيث تجمع المئات من حول العالم وارتدوا أزياء القرن 19 للمشاركة في مهرجان جين أوستن الروائية الإنجليزية الشهيرة، وساروا في مواكب احتفالية خلال المهرجان الذي يهدف للاحتفال بالروائية وأعمالها. مشاهدينا نترككم مع مشاهد من المهرجان، ونراكم غدا في 6 بتوقيت القدس، 3 بتوقيت غرينتش. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.